الكلمه دي في كم حرف متحرك في الكلمه دي؟ كده اتنين. طب نشوف كده قولوا لي كده مين هم الحروف المتحركه. الحروف المتحركه الاي والاي والاي والاو واليو. في كم حرف متحرك هنا؟ كم حرف متحرك يا رودي؟ اللي هو مين؟ الاي. الاي. طيب الاي لوحدي يبقى هننطق صوته ولا ننطق اسمه؟ هيقول صوته ولا اسمه؟ صوته. عشان مش هينفع يقول اسمه. طيب تعال نشوف كل صوت بتاع كل حرف. الاس صوتها ايه؟ س. التي ت. مين جنبيها تي؟ ايه. ايه. طب هنقولها بقى تا. س. تا. لا قلت لكم لما نلاقي الار الاي بيحصل لها ايه؟ بتتخن شويه. يبقى نقولها زي كار. ستا. ستار. لقيت الكلمه دي اسمها ايه؟ ستار. يبقى الاي ار لما تبقى جنب بعض، الاي لما يكون معاها الار بنفخمها زي كلمه مين؟ كار. وزي كلمه ستار. يلا يا كريم دورك. لا ما تجيبش الدور عليا انا بعمل حاجه. يلا يا كريم انا عايزه دي بالراحه كده. ما تجيبش الدور عليا اللي انا بعمل حاجه بس. لا ما هيجي الدور عليك. يلا كريم دي سلاي. الاول بالراحه كده. في كم حرف متحرك؟ اثنين. اللي هو مين؟ الاي والاي. الاي والاي. يبقى الاي هنا هيقول اسم ولا هيقول صوته؟ اسم. اسم. يبقى ننطق اسم. سلاي. لا اي. طب السي هنا هتقول سي ولا تقول ك؟ مين جنبيها؟ الاي. طب يبقى السي اي صوتها ايه؟ س. س. يبقى س. لاي. سلايس. سلايس. اتحولت بقت ايه؟ سلايس. لا مش سلايس. سلايس. تعالى بص على الورقه دي تاني. امسكي كده ورقه. مين هم الحروف المركبه؟ الاس اتش صوتها ايه؟ الاس اتش. ش. السي اتش. ش. البي اتش. ف. الاي جي اتش تي. ايت. زي كلمه لايت. سايت. طيب التي اتش لا اما س لا اما ز. الدبليو اتش. الدبليو لكاك على طول بنقول و. الكي اتش خ. اليو جي اتش صوتها ف. طيب فاكرين الاو يو والاو دبليو؟ ايوه يا رودي. او يو والاو دبليو افتكروا حد بيضربكم بتقولوا ايه؟ اي. مش اي. اي. او. زي هاو وناو. طب الاو اي والاو واي؟ اوي. زي كلمه بوي. طب الاي ال؟ او. طب الاس قبليها حرف متحرك ننطقها ايه يا رودي؟ زت. زي كلمة إز. طب السي اي والسي اي والسي واي يتنطقوا ايه؟ سي. شايفين الكلمة دي؟ الكلمة دي فيها سي اي. يبقى السي اي هنا تتنطق سي. يبقى سي لايس بقت ايه؟ لايس. لايس. رودي دورك. سك كده. عايزة اقرا دي يا رودي عشان برضو في مقطع جديد هناخده اللي هو ال WA. بصي لما تلاقي ال WA خليها او دكاكة. ضمي خلي الاي او. ضم الدبليو. وو. وو. والاس اتش صوتها يبقى الكلمه دي اسمها ايه؟ وو. ش. وو. ووش. طب ودي برضو ضم الدبليو بالاو. وو. س. ولا س؟ س. افتكري كده. ووش. بالراحه بالراحه. الاس هنا هنا. ووش. هنا ووز ولا ووز؟ ووز. ووز عشان الاس اللي قبليها حرف متحرك تتحول لمين؟ زت. عشان كده الكلمه دي اسمها ايه؟ ووز. طيب نشوف واحده تاني. يلا عايزين نقرا دي يا تسنيم. بالراحه يا تسنيم. شوفي كام حرف متحرك. فيها اثنين حرف متحرك. ايه هما؟ الاي والاي. اللي هما يبقى الاي يقول اسمه والاي ما تقولش حاجه. اقرا بقى. تي. اي. اي. تيك. تيك. برافو عليك. دورك. نشوف الكلمه دي. لا يا بنتي شاطره خالص. كلكم شاطرين. كلكم شاطرين. لا اصل قريتها بسرعه انا قعدت ساعه وانا بنطق فيها. ال 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 صوتها ايه؟ لا. الاي هنا هتقول اسمها ولا صوتها يا رودي؟ رودي ركزي معايا. اسمها ولا صوتها الاي؟ الاي اسمها.
لا ما ينفعش تقول اسمها عشان مش معاها حرف متحرك تاني. يبقى هنا هتتنطق اكنها كسره خفيفه ل ل. بصي هي لوحديها اهو مش معاها، لو قالت اسمها ال ال والاس يضربوها، يبقى هنا هتقول ايه صوتها، صوت الاي ايه، يبقى انطقوا كده ل والاس. يا رودي يا روضه ل س ت على بعض ليست. روداينا اسمعيها كده ل س ت على بعض ليست. يلا عايزين ننطق الكلمة دي كريم. حرف الاول هنا مش هنتكلم على حرف متحرك، الاول هنا مقاطع. خلاص انت كده هتقطع، هتقطع المجموعة دي مع بعض والمجموعة دي مع بعض. طيب المجموعة دي هيبقوا ايه؟ افتح الايه، افتح الاف فا، والسي هنا تتنطق س ولا ك؟ ك. يبقى كلمة فا. طب التي هنضمها بالاو تو تو، والار. طب هنا الواي بقى معاها حرف متحرك، هننطقها اي ولا ننطقها اي؟ ننطقها اي. اي يبقى الكلمه اسمها فاكتوري. توري اتحولت لايه؟ فاكتوري. تمام. هنقسمها كم مقطع هنا؟ انا هنقسمها مقاطع. هنحط الان مع اليو مع الام، والبي مع الاي مع الار. يلا اليو هنا هتقول اسمها ولا تقول صوتها؟ هي لوحديها اهو صوتها، صوت اليو ايه؟ اسمعوا كده اه. طب مع الان تبقى لا. شاطره. طب والام م. م. لا مفيش مفيش حاجه جنبيها عشان نقولها، اقولها سكون م. يبقى ن م. نم. طب والبي د، والار يبقى نم. اخر حاجه ر، يبقى نم بار. حاولت ايه؟ نمبر. نمبر اللي هو رقم. اي نمبر 1. يبقى اليو هنا قالت اسمها ولا قالت صوتها؟ صوتها. والاي هنا برضو قالت صوتها، صوت اليو اه وصوت الاي ايه. يبقى نام بار. شوف كلمتين. عايزين الكلمه دي اقولها كده بالراحه كده، قولي لي هنعمل ايه؟ بس في ثلاث حروف متحركين. طب دايما الاي ماله؟ اي اخر الكلام مالها؟ ماجيك اي مالها؟ ما بنطقهاش. انا عندي هنا مقطع اسمه اي ايه، هنقول مين ونخلي ونمشي مين؟ هنقول الاي. هنقول الاي ومش هنقول الاي. طب يلا اقري بقى. لي ل ل اي لي. برافو عليكي، بقيت ايه؟ ل ايف. يبقى ليف ليف. انا عايزه ايه دلوقتي؟ عايزاكم في البيت اول ما تروحوا في جوجل ترانسليشن اللي هو العادي البرنامج، انا اكتب كلمه من اي كلمه في اللي عندي واقراها لوحدي وبص اكتبها في الجوجل، سمعتها صح انا قريتها صح، اعمل لنفسي اكسلنت ودرجه وان انا شطور، وان انا ده هيخليكم تتعلموا اللغه بسرعه. جربوا نفسكم اكتبوا الكلمه مثلا، بصوا عليها خبوها اكتبوها انتوا لوحديكم عشان تتدربوا عليها الحكايه دي. اولا انتوا في ثانويه عامه هتشتغلوا بالتاب، فانتوا محتاجين تحفظوا الكيبورد كويس انجليش وعربي، هيبقى تفكروا فيها ان انتوا عرفتوا تقروها صح وعرفتوا تقروها غلط، فده هيكسبكم مهارات اكتر. تعرف تعملها يا كريم؟ انا حافظ الكيبورد لوحدي. حافظ الكيبورد لوحدي. عربي وانجليزي كله. بتاع الكلمه دي هنا في كام حرف متحرك؟ ممكن كلنا نساعد بعض. كام حرف متحرك هنا؟ واحد. يبقى الاي حرف متحرك هنا واحد اللي هو مين؟ الاي. الاي هنا هيقول صوت ولا يقول اسمه؟ هيقول صوته ايه. يبقى ه هل ب. بقيت ايه رودينا؟ هل. تعال نشوف الكلمه دي هنا مقطع الاي مع الان والك ال يو دي مع بعض، يبقى الاي ان صوتها ان ايه ايه، الاي صوتها ايه ان. طب السي سي ك ال ال. طب اليو هنا هتقول اسمها ولا تقول صوتها؟ هتقول اسمها عشان مين معاها؟ الاي. الاي مش هننطقها، واليو هتقول اسمها، يبقى ان ك لو انكلود. بقيت ايه؟ انكلود. نطقنا اليو يو انكلود. طيب تعال نشوف هنا في كم حرف متحرك هنا؟ 2 او. 2 او بس لوك وبوك بتبقى شورت او، ما بنقولش لوك بنقول لوك. لوك كانها زي كانها او واحده بس، اكنها كمان الصوت بتاعها مش الاسم. طيب تعال نشوف الكلمه دي الاي هنا صوتها ولا اسمها؟ صوتها. صوتها ايه؟ يبقى ري نت، يبقى رين. رينت. طب السي اتش يا رودينا، السي اتش صوتها
تش ضميها بقى شو والبي ب يبقى شوب شوب شوب. طيب هنا بقى في قاعده شاذه شويه ان التي لما تكون موجوده هنا مع الليسن سايلنت ما بننطقهاش قبلها اس. طب الاي هتقول صوتها يبقى ليه ل س ن ليسن. الاي هتقول صوتها والاي هتقول صوتها ليسن ليسن. ضم التي بالاو تبقى يا رودي ضم التي بالتو يبقى ليسن تو. طيب تعال نشوف هنا الدبليو اي قلناها تتنطق ايه دبليو اي؟ او او يبقى ووتش ووتش ووتش. عشان السي اتش اصلا صوتها ايه؟ تش ووتش. طيب تعال نشوف الكلمه دي في كام حرف متحرك هنا؟ اتنين. الاي يقول اي والاي ما تقولش حاجه يبقى ب ايك بيك. هل تعال شوف هنا التي اتش صوتها ايه؟ تي اتش مين فاكر التي اتش؟ طيب ضم البي بالاو بو بو با. هنا بقى امريكان انجلش فبيقولوا الاو دايما ساعات ايه فبنقولها هنا باذر باذر يضايق او يزعج باذر باذر مي دونت باذر مي لا تزعجني باذر زيها كلمه براذر بس فيها ار الفرق فدي اسمها باذر. طيب تعال نشوف دي التي اتش بتاعت يشكر اللي هي حد بيشكرك بتتنطق س ده بقى لازم نسمعه كويس امتى تتنطق ز وامتى تتنطق ايه س س لما نيجي نشكر حد بنطلع لساننا ثانك يو ثانك يو ثانك يو. تعال نشوف الكلمه دي في مقطع شكرا. هنا في مقطع هنا اسمه ايه الحروف المركبه الاو يو الاو يو صوتها ايه قلنا الاو يو او زي كلمه ناو الاو يو صوتها ايه او يبقى س اوند بقيت ساوند. طب الاي ال صوتها ايه قلنا او يبقى وو لا مش وولك هي الاي ال اتحولت لاو يبقى تتنطق ايه وو. طب وهنا الاي هنقول تقول اي والواي مش هننطقها يبقى ستاي. طب وهنا ساين ساين الجي هنا مش بننطقها برضه دي من الحالات الشاذة. طيب وهنا الاي هتقول اسمها ويت برضو هنا مش الاي مش بنقولها او لا بس في الحالة دي الاي هنقولها اي ويت. طب وهنا ستا ستارت هنا الاي هتقول اسمها ولا صوتها هتقول صوتها مش معها حد يبقى اسك على بعض اسك. طب وهنا الاو هتتضم بالبي نضمها بالاو بو رو دايما لما نلاقي الاو او دبليو زي كلمه ويندو الدبليو هنا مش بننطقها بننطق الاو بس يبقى بورو. طب يلا هنا او او ن يبقى اوبن يبقى هنا الاو قالت اسمها ولا صوتها قالت اسمها اوبن. طب وهنا في اتنين اي يبقى الاول يقول اسمه ني ني د بقيت نيد او ر دار اوردر الاي برده مش بتنطق هنا اي رون ايرون وو عشان الدبليو اي بتتنطق مين او وو لا دي مش ووتش ووش ووش عشان دي اس اتش. الاي اللي صوتها ايه قلنا او كول. طب الاس هنا قبليها حرف متحرك يبقى تتنطق ايه زت يبقى زت فيزيت. طب الاي اي الاول يقول اسمه والاي ما تقولش حاجه يبقى ري ري ن. طب وهنا دي برضو امريكان انجلش بنقولها لاف مش لاف لاف ري م بر ريمبر برضو بنقطعها مقاطع. انتوا اهم حاجه عندي في الورقه دي اللي احنا اخدناها فيها كل حاجه من القواعد اللي احنا خد يعني شرحناها تمشوا عليها وقلت لكم تجيبوا القاموس تقولوا الكلمه عرفتوا تنطقوها بالقاعده بتاعتها تمام لقيتوها مختلفه يبقى دي حاجه شاذه يبقى نحفظها حفظ تمام تمام.